النشرة 7:30 من رؤيا. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم، والبداية مع العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يحضر تمرينا للجاهزية القتالية نفذته إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية. جلالة الملك يبحث مع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التنظيمات والحركات الإرهابية. محكمة أمن الدولة تقضي بحبس عددا من الملتحقين والمروجين لتنظيم داعش. التحالف الدولي يواصل غاراته على أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا. الحكومة تعلن عن توجهها لإصدار سندات يورو بمبلغ 1,750,000,000 دولار خلال عام 2015. إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث حضر جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة تمرين الجاهزية القتالية الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية بكفاءة ومهارة عاليتين عكست جاهزيتها والمعنويات العالية لمنتسبيها. واستمع جلالة القائد الأعلى خلال زيارته أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية إلى إيجازين عسكريين قدمهما قائد المنطقة وقائد لواء اليرموك 12 حول المهام والواجبات والبرامج التدريبية والعملياتية التي تنفذها المنطقة ووحداتها ومستوى جاهزيتها. والتقى جلالة القائد الأعلى مرتبات المنطقة، وأبدى جلالته اعتزازه بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصلت إليها القوات المسلحة. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم مع نائب الرئيس العراقي الدكتور إياد علاوي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة التنظيمات والحركات الإرهابية ومحاصرتها ومحاربة فكرها التكفيري المتطرف الذي يشكل تهديدا خطيرا لدول وشعوب المنطقة. وشدد جلالته خلال اللقاء على دعم الأردن للأشقاء العراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن الأردن يدعم كل ما يصب في تعزيز الوفاق الوطني ووحدة الصف بين أبناء الشعب العراقي وإشراك جميع مكوناته في العملية السياسية بما يحقق تطلعاتهم في مستقبل أفضل. بدوره أعرب علاوي عن تقديره لجلالة الملك على جهوده ومساندته لتعزيز أمن واستقرار العراق، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خدمة لمصالحهم المشتركة. قضت محكمة أمن الدولة اليوم بتجريم شخصين بتهمة الالتحاق بداعش ووضعهم بالأشغال الشاقة 5 سنوات، وتجريم 2 آخرين بالترويج لداعش ووضعهم بالأشغال الشاقة 3 سنوات. ويأتي الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن 2 منهما التحقا بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خارج المملكة، خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2005 وتعديلاته. فيما يأتي قرار المحكمة للشخصين الآخرين بالأشغال الشاقة 3 سنوات بعد أن ثبت للمحكمة أنهما استخدما الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار تنظيم داعش، خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. ضبطت الأجهزة الأمنية في إقليم الشمال عددا من الأسلحة والعتاد العسكري والمناظير الليلية خلال مداهمة لمنزل في بلدة كفر يوبا غرب مدينة إربد. وقال مصدر أمني لرؤيا إن شعبة الأمن الوقائي في إقليم الشمال داهمت أحد المنازل بعد ورود معلومات إليها حول أن أحد الأشخاص يعمل بالاتجار بالأسلحة، حيث تمكنت كوادر الأمن الوقائي من تحديد المنزل في بلدة كفر يوبا غرب إربد ومداهمته، وضبطت عددا من مسدسات وبنادق من نوع بومب أكشن، بالإضافة إلى مناظر ليلية ومئات الذخائر الحية، ومنها ذخائر لسلاح كلاشينكوف.
رحب ملتقى البرلمانيات الأردنيات بقرار الحكومة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا في 6 مجالات مدنية، مشيدا بتوجهات الحكومة لإنصاف الأمهات الأردنيات، ومضيفا أن هذه الخطوة هي اللبنة الأولى لإحقاق حقوق هذه الفئة من المجتمع. من جانبها قالت منسقة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي نعم الحباشنة، قالت إن هذا القرار غير كاف، مؤكدة على مطالب الحملة بأن تتمكن الأم الأردنية من منح جنسيتها لأبنائها. المزيد حول هذه القضية وردود الفعل عليها في تقرير جورج برهم. قضية أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين قضية تشغل الرأي العام منذ زمن، كما إن للجانب الحكومي والنيابي الدور الأبرز في كيفية التعاطي مع هذه القضية، من حيث التخوف من البت فيها وتأجيلها مرارا، إضافة لتغيير مسماها أكثر من مرة، حيث بدأت بحقوق مدنية ثم إلى امتيازات، وبعدها باتت تدعى بتسهيلات لأبناء الأردنيات، ومن ثم امتيازات، حتى يستقر المسمى عند حقوق مكتسبة لأبناء الأردنيات. كل هذه التسهيلات لا تعني اكتساب الجنسية، ووجه مجلس الوزراء وزير الداخلية مع لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذا القرار وإصدار أي تعليمات في هذا الخصوص. الآن قرار مجلس الوزراء صدر هذا اليوم، ولكن كما تعلموا هناك بعض الأمور الإدارية يجب أن تتم ليستفيد أبناء الأردنيات من هذه التسهيلات. المادة 6 من الدستور الأردني من القانون تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق واللغة والدين. ومن هذا المنطلق ظهر عدد كبير من المنظمات العالمية المختصة بحقوق الإنسان تدعو الأردن منح الجنسية لأبناء الأردنيات، إضافة إلى ظهور حراك داخلي كان أقواها حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي، ليصار إلى تحقيق جزء من مطالبهم. نرى في قرارات الأمس منحنى تاريخي في تاريخ الأردن، ليس من ناحية القرارات لأن اللي يشوبها الكثير من العثرات في طريق المرأة الأردنية والكثير من التمييز بين النساء أنفسهم، ولكن بالنسبة للقرار نفسه الذي هو يعترف بحق المرأة المتزوجة من غير أردني بحقها في وطنها وأن لها حق في هذا الوطن. ملتقى البرلمانيات الأردنيات أصدر بياناً رحب فيه بقرار الحكومة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين حقوقهم في 6 مجالات مدنية، مؤكداً بأن ذلك هو اللبنة الأولى لإحقاق حق هذه الفئة، لا سيما وأن هذه الفئة تعاني من مشاكل جمة في مختلف المجالات. مقاومة كبيرة شهدتها هذه الخطوة في عدة جبهات، تخوفا من جعل الأردن وطنا بديلا، الأمر الذي أوضح جلالة الملك استحالته في خطابه الأخير. فإذا هل مع منح تلك الحقوق انتهت معاناة أبناء الأردنيات؟ وهل سيتمكنون من الاستفادة من هذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة. جورج برهم، رؤية. أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم صيغة الرد على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح أعمال مجلس الأمة في 2 من تشرين الثاني الجاري. إلى ذلك قدم النائب مفلح الرحيمي في بداية أعمال الجلسة اعتذاره لأعضاء المجلس وللنائب عبد الهادي المجالي عما بدر منه في جلسة انتخاب رئاسة المجلس والفوضى التي أثارها حينها، معربا عن أخوته وعلاقته الوثيقة بالمجالي، وقدم التهاني لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراوني. وكان رئيس المجلس أغلق الجلسة أمام الصحفيين لمناقشة صيغة الرد على خطاب العرش قبل أن يتم إقرارها. أتقدم بالاعتذار من أي زميل انتابه شعور بأنني أخطأت بحقه، مع التأكيد على أنني لم أقصد الخطأ أبدا، وأنني سأكون كما كنت دوما على العهد مخلصا ومحبا لكافة الزملاء، وعلى رأسهم رفيق الدرب وصديق العمر وأحد الرموز الوطنية معالي الباشا عبد الهادي المجالي.
الذي لم ينتابني يوما شعورا تجاهه أقل من شعور الأخ بأخيه، وما عدت إلا أخا وصديقا لكل زملائه. اجتمعت اللجنة المكلفة بتنفيذ مضامين الاستراتيجية الإعلامية لعام 2011-2015 اليوم برئاسة رئيسها وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني. جاء ذلك لوضع أعضاء اللجنة بصورة الرؤية الخاصة بمجلس الشكاوى وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي التي نصت عليه الاستراتيجية الإعلامية بما يهدف إلى تنظيم أخلاقيات المهنة الإعلامية. عقد المجلس الصحي العالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم ورشة عمل تحت عنوان اللقاء التشاوري لمناقشة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي. وتركز الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي على توفير خدمات متميزة مبنية على أسس من العدالة في الرعاية الصحية وعلى بيئة سياسات داعمة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وإبراز أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وكيفية التعامل معها وتجاوزها أيضا. ضمت في عضويتها كافة القطاعات. مستمر ما بين المجلس والوزارة. الاستراتيجية يعني شاركت فيها جميع القطاعات، القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الدولي، وهي بتعزيز وتمويل من منظمة الصحة العالمية، مشكورة على هذا التمويل لهذه الاستراتيجية. الاستراتيجية ركزت على أمور تتعلق بجودة الخدمات الصحية المقدمة وعلى العدالة وعلى الحوكمة الرشيدة. أطلقت الحكومة الأردنية بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مشروع تكامل إدارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني في الأردن. ويشمل المشروع الذي عقدت أولى ورشات عمله اليوم في وزارة الداخلية على دعم وتمكين 5 بلديات في محافظة البلقاء والزرقاء وجارش وإربد ومادبة للانضمام إلى حملة مدينة تستعد التي يشرف عليها ويقودها مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من المخاطر التابعة للأمم المتحدة. وسيتم تنفيذ المشروع خلال العامين القادمين لتدريب الموظفين والمتطوعين لهذا المشروع على تطبيق نهج جديد لإدارة مخاطر الكوارث وإدراج التدابير للحد منها ضمن الخطط الحضرية المستدامة وخطط التنمية للبلديات. يأتي هذا المشروع تأسيس لوحدات لإدارة المخاطر على مستوى مركز وزارة الداخلية، وبالإضافة للمحافظات 5 المستهدفة في المرحلة الأولى والبلديات اللي هم يشكلوا مراكز المحافظات. وفعلا نسعى في وزارة الداخلية ووزارة البلديات والوكالة السويسرية اللي يأتي هذا الأمر المشروع في إطار التعاون ما بين وزارة الداخلية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على تعزيز الجهود الوطنية في هذا الأمر، والعمل على مؤسسة العمل في رسم الاستراتيجيات وكيفية إيجاد الخطط التنفيذية لهذا العمل. زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مقر أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وذلك بمناسبة الذكرى 5 على تأسيسها. واستمعت جلالتها إلى شرح حول عمل الأكاديمية وإنجازاتها، حيث وصل عدد المنتسبين والمستفيدين منها إلى 19,834 تربويا منذ أن أطلقتها جلالة الملكة في حزيران عام 2009. وأشادت جلالتها خلال الزيارة بجهود جميع العاملين في الأكاديمية، مبينة أن لكل واحد منهم دورا مهما في مجال عمله، مبدية اهتمامها بتدريب المعلمين باعتبار المعلم المحرك الرئيسي للعملية التعليمية. تحتفل أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بعامها 5، وهي التي انطلقت في حزيران عام 2009 بهدف الارتقاء بنوعية التعليم في الأردن والمنطقة من خلال تمكين المعلمين بالمهارات اللازمة وتقدير دورهم وتقديم الدعم اللازم لهم للتميز داخل الغرفة الصفية. الأكاديمية عمالها بتحتفل بعامها 5 من وقت تأسيسها بال 2009، والحمد لله من 2009 بدأنا بشراكة مع جامعة كولومبيا، وكان التركيز على أنه نجيب برامج ذات نوعية عالية وجودة عالية وتتميز فيها الأكاديمية في تقديمها في التنمية المهنية للمعلم الأردني. ضمن هذا الاحتفال زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله الأكاديمية واستمعت إلى العاملين فيها بجلسة خاصة وشاركتهم أفكارهم.
اليوم احنا اجتمعنا مع جلالتها، انا شخصيا اعطيتها ملخص عن كيف مع هذا الكم وهذا النمو والتطور اللي عم تشهده الأكاديمية، كيف احنا اداريا لازم نكون جاهزين. الأكاديمية بلشت بخمس موظفين، حاليا في بالأكاديمية 59 موظف، وهلأ قادمين على توظيف 28-30 موظف جديد. بهذا الكم من النمو، بهذا الكم من عدد الموظفين الجداد، لابد انه الأكاديمية تنظر داخليا لنظامها الإداري. واستكملت جلالتها الزيارة وقامت بجولة على جلسات التدريب التي تعقد داخل الأكاديمية، حيث اطلعت على آخر ما تقدمه للمعلمين من تدريب بهدف صقل خبراتهم ومواهبهم بما ينعكس على رفع كفاءة التعليم في المملكة. أنا كثير بتشرف أني أخذ هاي دورات بالأكاديمية الملكة رانيا، لأنه دورات جدا رائعة تتميز بنوعيتها وقدرتها على تطبيقها داخل المدارس. استفدت كثير من أكاديمية الملكة رانيا في كل برامجها من يوم ما نشأت، وغيرت كثير في مفاهيمي التربوية، كثير في تطوري في شغلي مع نوعية مع طلابي مع زملاء المعلمين. وتبقى الأكاديمية تسعى لتوسعة رقعة انتشار أعمالها للوصول لأكبر عدد من المعلمين، في ظل البحث المتواصل عن طرق وبرامج حديثة لإيجاد فرص لتنمية المعلم. علي الأعرج، رؤيا. أعلنت وزارة الثقافة اليوم اختيار مدينة جرش مدينة للثقافة الأردنية لعام 2015. وقالت وزيرة الثقافة دكتورة لانا مامكا خلال مؤتمر صحفي عقدته في المركز الثقافي الملكي، قالت إن اختيار مدينة جرش جاء وفقا للأهمية التاريخية والسياحية والثقافية والتنموية وتوفر مقومات إدارة النشاطات الثقافية. وأشارت مامكا إلى أن لجنة اختيار مدينة الثقافة الأردنية لعام 2015 التي ترأسها وزير الثقافة الأسبق الدكتور عادل الطويسي أوصت بتضمين الفعاليات في مدينة جرش ببرامج تحقق التواصل بين المدينة وشرائحها الاجتماعية مع محيطها تنمويا، وبرامج تعزز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء وجعل المدينة مقصدا للأردنيين. طبعا بنقول مبروك لأهل جرش، وهذه المدينة ليست بحاجة لتقديم، هي مشهورة بحد ذاتها، لكن قد تستغل هذه المناسبة من المجتمع المحلي في المدينة للبحث عن طاقات إنسانية وبشرية أكثر، مقدرات ثقافية، مفردات ثقافية أكثر. احتفالية كبرى ستجري على مدار عام 2015 بإذنه تعالى للاحتفاء بجرش والجرشيين. نظم عدد من المواطنين وقفة صامتة في شارع الرينبو بالعاصمة عمان استذكارا لأرواح ضحايا تفجيرات فنادق عمان في ذكراها التاسعة. وشارك في الوقفة الصامتة العشرات من الشبان والشابات الذين أشعلوا الشموع وحملوا الأعلام الأردنية وصورا للضحايا، حيث انضم إليهم عدد من الفنانين الأردنيين. المشاركون في الوقفة أكدوا على أهمية التعاضد والتلاحم بين مكونات الشعب الأردني الواحد. في هذه المناسبة نستذكر هذه المناسبة الأليمة، ونوجه رسالة دعوة للجميع أن نحافظ على أمن البلد، أن يتوج أردننا وشعبنا الأردني والأردن بالخير والمحبة والحرية والأمن والسلام. هذه المناسبة هي نبذ للعنف والإرهاب والتطرف وعدم قبول آخر. أهلا بكم من جديد. دعا محامون ومختصون قانونيون الحكومة الأردنية إلى الطلب من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وطالب المحامون خلال ندوة أقامتها لجنة الحريات في نقابة المحامين بالبدء بآلية عمل حقيقية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بعد دراسة الجوانب القانونية والواقعية لمساءلته قانونيا وحقوقيا وأخلاقيا أمام المحافل الدولية. وفيما يتعلق باستيراد المملكة للغاز من إسرائيل، قال عدد من المشاركين في الندوة إن هذا الفعل معاقب عليه قانونيا، لأن الغاز يعتبر مسروقا من قبل دولة محتلة لا تملك الحق في بيعه أو التصرف فيه، كون حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية. لإيصال الحق ولو كان أبسط الحكم خاطئ.
هذا جزء. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية صائب عراقات إن الرد الفلسطيني على قرار حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون بمقاضاتها أمام محكمة الجنايات الدولية التي يجري الإعداد للانضمام إليها، لا سيما وأن دولة فلسطين أصبحت طرفا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1994 وبروتوكولاتها الإضافية. من جانبه حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم من خطورة هذه الخطوة لأنها ستقتل حل الدولتين وعملية السلام، وقد تفتح باب الصراع بكافة أشكاله في المنطقة خلال المرحلة القادمة. تطور خطير جدا يأتي استجابة للضغوط المتواصلة من قبل أقصى اليمين في الائتلاف الحكومي باتجاه ضم الضفة الغربية وأجزاء كبيرة منها بشكل رسمي إلى دولة إسرائيل، وهذه خطوة باتجاه عملية الضم. هذا يفتح الباب على تطورات شديدة الخطورة وعلى وضع من عدم الاستقرار الذي يمكن أن ينطوي على تفجر الصراع بكل أشكاله خلال المرحلة القادمة. تعرض مساء اليوم 3 مستوطنين قرب مستوطنة غوش عصيون جنوب بيت لحم المحتلة لعملية طعن، ووصفت جراح واحدة منهم بالخطيرة، فيما وصفت جراح الاثنين الآخرين بين متوسطة وخفيفة. وأكدت مصادر إسرائيلية استشهاد منفذ العملية. وكان شاب فلسطيني طعن جنديا إسرائيليا بسكين في محطة قطارات في تل أبيب ما أسفر عن مقتله. وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال إن الجندي المطعون يبلغ من العمر 20 عاما، وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة قبل أن يتوفى. وأعلنت أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني نور الدين أبو حاشية من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية عقب فراره من الموقع والاختباء في إحدى البنايات بعد قيامه بطعن الجندي. على خلفية انفجار الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، تسعى الطبقة السياسية في إسرائيل لإيهام الرأي العام بوجود خلافات داخلية واعتراض على سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين. لكن مراقبين ومحللين يرون أن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين واحدة تتمثل في تهويد مزيدا من الأراضي وفرض السيادة الإسرائيلية على كافة الأراضي الفلسطينية. في إطار تصفية حسابات التنافس الحزبية غير الشريفة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يقذف نتنياهو في نيران الغباء السياسي والمشاكسة الفردية التي تلحق المجتمع الإسرائيلي بالضرر. وزير حماية البيئة عمير بيرتس يستقيل من حزب هتنوعا مفجرا تصريحا يقول فيه: هزة أرضية تضرب إسرائيل، ونتنياهو أسير الاتجاهات المتطرفة، وهو من يمنح الشرعية لإشعال المنطقة. كما واتهم نتنياهو بأنه وراء المشاكل السياسية والاقتصادية في إسرائيل. سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين هي سياسة واحدة، سواء حزب العمل أو حزب الليكود أو نتنياهو أو من قبله أولمرت، كلهم تجاه الفلسطينيين ذو سياسة واحدة. الخلافات الداخلية هي عندهم داخلية لا تتعدى كونها خلافات اقتصادية، خلافات أيديولوجية في الداخل. الشعب الإسرائيلي بشكل عام يرى أن هذا الرجل لا يزال هو يعني من بقية النصور الإسرائيلية، ولا يوجد أي شخص يستطيع منافسة نتنياهو الآن على رئاسة الحكومة، لأنه لا يوجد شخص له إرث قومي طويل مثل نتنياهو. وعلى خلفية انفجار الأوضاع وما تشهده القدس والداخل المحتل من اشتعال انتفاضة خارجة عن السيطرة، توجه نتنياهو نحو مزيد من ردات الفعل المتخبطة، إذ أوعز بحظر نشاط المرابطين في الأقصى، وهو بصدد الإعلان عن أنهم تنظيمات إرهابية. ما نشهده حاليا يتراوح ما بين ردة الفعل الفلسطينية على الإجراءات الإسرائيلية من جهة، وكذلك مقاومة للمشروع الصهيوني الاستيطاني. الموضوع تجاوز نطاق الاقتحامات اليومية ليطال مقاومة الإجراءات الإسرائيلية التي تحاول من خلال حكومة نتنياهو أن تفرض ما تعتبره متغيرات ووقائع غير قابلة للرجوع عنها حتى في حالة استئناف المفاوضات. هذه وصفة لانفجار الأوضاع وليس لتهدئتها.
التخوف الأمني الإسرائيلي بما يجري في القدس الناتج من سقف التوقعات المتدني الذي فشلت الحكومة الإسرائيلية في التنبؤ بمدى خطورته، دفعت الشرطة الإسرائيلية بالإضافة إلى الحاخام ديفيد يوسف إلى مطالبة نتنياهو بالعمل على إيقاف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. في نهاية المطاف، معتدلة كانت يمينية أم يسار، هي حكومة إسرائيلية وجوه لذات العملة السياسية، إلا أن قوة إسرائيل المختبئة وراء السلاح ارتشفت لمجرد انفجار الغضب المقدسي والذي ساندته ثورة الداخل المحتل. لذا تريثت إسرائيل خوفا وتراجعت بحثا عن آلية خبيثة جديدة تخدر بها الفلسطينيين. من رام الله المحتلة، زينة صندوقة، رؤية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات سينقل في أقرب فرصة إلى القدس عاصمة دولة فلسطين. وأضاف عباس في حفل انتهاء الأعمال الإنشائية لمتحف ياسر عرفات وتجديد الضريح والمسجد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله إن عرفات يستحق أكثر من ذلك بكثير، يستحق أن يبقى خالدا في قلوب أبناء شعبه والأمة العربية. أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن مقتل 4 من قيادات تنظيم داعش في غارة لسلاح الجو العراقي بمحافظة ديالى. إلى ذلك قتل 9 عناصر من التنظيم وأصيب آخرون ودمرت 7 من مركباتهم في قصف آخر شنه الطيران العراقي جنوب محافظة صلاح الدين. هذا وقتل قيادي آخر في داعش باشتباكات بين الجيش العراقي والتنظيم في محيط مدينة بيجي بالمحافظة، حيث فككت القوات الأمنية 50 عبوة ناسفة زرعها التنظيم في محيط المدينة. واصلت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها على عدة أهداف ضد تنظيم داعش في مدينة عين العرب كوباني ومحيطها. يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين مقاتلي القوات المشتركة المتمركزة في سوق الهال ومسلحي تنظيم داعش المتمركزين في تلة عرب بينار. إلى ذلك قصفت قوات البشمركة مواقع لتنظيم جنوب المدينة براجمات الصواريخ. أعلنت ما يسمى بجماعة أنصار بيت المقدس في مصر مبايعتها لتنظيم داعش في بيان صوتي نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ودعت الجماعة في تسجيل صوتي مدته أكثر من 9 دقائق، دعت المسلمين في أنحاء الأرض لمبايعة الخليفة البغدادي، كما وجهت الجماعة دعوة إلى الشعب المصري لمواجهة النظام الحالي بالسلاح. ولم يتسنى التأكد من صحة هذا التسجيل الصوتي. الحمد لله العزيز الوهاب، منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والصلاة والسلام على الضحوك القتال. وبالعودة إلى الأخبار المحلية، ناقش ديوان الخدمة المدنية مع مديري الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية اليوم ناقش التعديلات التي تم إقرارها على قانون الخدمة المدنية. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهمسات لرؤية أن اللقاء يهدف إلى تعريف مديري الموارد البشرية بالتعديلات التي تمت على نظام الخدمة المدنية بسبب وجود إجراءات تنبثق عن هذه التعديلات وتنطبق على موظفي الدوائر المختلفة، وذلك من باب الحرص على أن تطبق هذه الإجراءات من النظام المعدل بشكل أصح في التعامل مع موظفي الخدمة المدنية وموظفي الدوائر المختلفة تحقيقا للعدل والإنصاف. التعيين فقط من اللجنة المركزية.
قد تم إجراء بعض التعديلات على هذا النظام وهي 33 تعديل. هذا اللقاء يأتي للتعريف مدراء الموارد البشرية بالتعديلات التي تمت وبنظام الخدمة المدنية، لأنه هنالك إجراءات تنبثق عن هذه التعديلات تطبق على موظفي الدوائر المختلفة من باب الحرص على أن تطبق هذه التعليمات وهذه المواد سواء كان المعدل أو النظام الجديد تطبق صح على موظفي الخدمة المدنية في الدوائر ومن باب العدالة والإنصاف. كرم وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دكتور نضال القطامين المنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية في السلامة والصحة المهنية. وشاد الوزير القطامين خلال حفل التكريم بالجهود التي تبذلها المنشآت الفائزة على صعيد السلامة والصحة المهنية، داعيا هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للسيطرة على المخاطر والحد من وقوع الحوادث والأمراض المهنية. بدورها قالت مدير عام المؤسسة نادية الروابدة إن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. أشتغل عليها ستين الضوابط والمعايير وكل النصوص القانونية مطلوب حتى هذا التكريم نعتبره هو يعني مدخل لتفعيل النصوص المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في الضمان الاجتماعي، وإن شاء الله تعم الفكرة على كل المنشآت الموجودة سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص حتى نستطيع أن نصل إلى بيئة حقيقية سالمة من كل الأخطار للعامل اللي بيشتغل وأيضا حفاظا على رب العمل. بالنسبة لهذه المعايير هي عبارة عن ملخص التشريعات المحلية الموجودة تم صياغتها على شكل معايير من التزام الإدارة وتحديد المخاطر المهنية، دور العمال في المساهمة في السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تفتيش إصابات العمل الموجود داخل هذه المنشآت. عقد أبناء عشيرة عواد من حي الطفايلة اجتماعا لمناقشة الحلول الممكنة لإطلاق سراح أبنائهم الثلاثة المعتقلين على خلفية أحداث بسطات سوق الجمعة في منطقة العبدلي. وقال أحد الحضور لرؤية إنه راجع مختلف الجهات الحكومية والمختصة فيما يتعلق بالموضوع، كما تم التوجه لشخصيات نيابية ولرئيس محكمة أمن الدولة من أجل التوصل إلى حل للقضية، لكن دون نتائج حتى الآن. لا يضل معنا بس سد الشارع، ما بدنا تكسير ولا بقينا ننتظر في هذا الامر. دعونا الله عز وجل باستخدام اسلحه ومواد ملتهبه بالاشتراك خلافا لاحكام الماده كذا وكذا وكذا، هذه المواد هذه التي وجهت لهؤلاء الشباب. شارك بابا الفاتيكان أمس بالذكرى 25 لسقوط جدار برلين، وأقام البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس صلاة التبشير الملائكي بمناسبة مرور 25 عاما على سقوط الجدار الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية أيضا. احتفل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أمس الأحد بذكرى مرور 25 عاما على سقوط جدار برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية. وقال البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي بساحة القديس بطرس بأن جدار برلين لم يسقط إلا بفضل الجهد الشاق الذي بذله كثير من المواطنين الذين كافحوا وضحى بعضهم بحياته في سبيل هدم الجدار. وأضاف البابا بأن جدار برلين ظل يقسم ألمانيا لفترات طويلة، حيث كان رمزا للانقسام الأيديولوجي في أوروبا والعالم بأسره، ليتابع بأنه يتمنى أن تسقط الجدران الفاصلة في جميع أنحاء العالم، لأن البشرية بحاجة لبناء الجسور وليس الأسوار. وننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تم تداوله عليها، حيث أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور خلال المؤتمر الصحفي أمس العديد من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث عن حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تحدث أيضا عن تسعيرة المشتقات النفطية مستذكرا تفجيرات فنادق عمان وغيرها من المواضيع. من ضمن هذه التعليقات منير عرفات علق على تصريح نصور بشأن تسعيرة المشتقات النفطية قائلا: في عام 2008 عندما وصل برميل النفط إلى سعر 150 دولار كان سعر تنكة البنزين 14 دينار، والآن سعر برميل النفط 80 دولار والتنكة تباع ب 16 دينار، فهمنا إياها وعن أي شفافية تتحدثون؟ بدوره قال أيمن الفقهاء: أكيد واضح مصدقينك مظبوط ما في نقاش، شفافية بس معتمة شوي. أما خليل الخلايلة فقد قال بشأن حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب: شكرا لدولة أنصور، نحن ضد التجنيس ومع إعطاء الحقوق التي لا تؤثر على سيادة بلدنا. نعم. ونينا الكيلاني أخيرا رفضت تصريحات منصور قائلة: هذا ليس كافيا، ابني يستحق جنسية كاملة وليس مجرد حقوق مدني. نعم.
نادين إذن من مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل مباشرة إلى استوديو نبض البلد والزميل محمد الخالدي. محمد أهلا بك، ماذا لديك اليوم؟ مساء الخير لك زميلة غادة ومساء الخير لزميلة نادين. الحديث اليوم سيكون عن مؤتمر سوريا يوم أمس، وتحديدا عن المزايا والحقوق لأبناء الأردنيات. شكرا لك محمد الخالدي. إذن حلقة جديدة من برنامج نبض البلد مباشرة بعد هذه النشرة، والآن نذكركم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يحضر تمرينا للجاهزية القتالية نفذته إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية. جلالة الملك يبحث مع نائب الرئيس العراقي إياد علاوي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التنظيمات والحركات الإرهابية. محكمة أمن الدولة تقضي بحبس عددا من المتحقين والمروجين لتنظيم داعش. التحالف الدولي يواصل غاراته على أهداف لتنظيم داعش في العراق وسوريا. الحكومة تعلن عن توجهها لإصدار سندات يورو بمبلغ 1,750,000,000 دولار خلال عام 2015. آخر تفاصيل الأخبار ومستجداتها تجدونها دوما عبر موقع رؤيا الإلكتروني الإخباري رؤيا نيوز دوت تي في. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.